مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والقرض والمرض والسقم والحزن والعدم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم صاحب الحياء والصفاء والعطاء والشفاء والوفاء والعلم والعلم والخير واللطف والإحسان والكرم جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عين العنايات وكنز الهدايات تراب الهدى الناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زينة المعرفة شمس الشريعة شفيع الأمة كاشف الأمة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرتبه والمعراج سطره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أليس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ومحبوب رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.